ساعات بتفصلنا عن أول يوم من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هيكون تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، واللي مقرر أنه هيستمر لحد يوم 6 فبراير اللي جاي. وطبعا ما نقدرش ننكر أن معرض الكتاب هو واحد من أهم الفعاليات الثقافية المهمة واللي بيستناها كتير من الناس، سواء في مصر أو برا مصر، من السنة للسنة. ولأننا عايزين نعرف أكتر عن المعرض وعن أهم الفعاليات اللي هتكون فيه، هيكون منورنا في الاستوديو البوكتيوبر إيمان يحيى. إزيك يا إيمان؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ الحمد لله. أنا مبسوطة أن أنت جيتي تاني. أنا مبسوطة أكتر. ميرسي يا إيمان. بصي يا إيمان، أنا أول حاجة هسألك عليها طبعا هو معرض الكتاب. ناس كتير جدا بتروح المعرض فاكرين أن هم رايحين عشان يشتروا كتب فقط، فإحنا عايزين ندي زي ملخص لمعرض الكتاب، هو بيكون فيه إيه؟ هي الناس فعلا عندها فكرة مغلوطة انه انا رايح معرض الكتاب عشان اشتري كتب، which is اللي ما بيحبش الكتب بيحس ان الموضوع ممل جدا ودمه تقيل، وايه الحلو في اني اروح معرض الكتاب؟ بالظبط. خد بالك ان بيزوروا ملايين كل سنة، فاكيد الناس دي كلها مش رايحة بس عشان تشتري كتب. لان المعرض بيكون فيه فعاليات كتير جدا، في فعاليات غير الندوات الثقافية وغير الحاجات برضو اللي هي ريليتد بالكتب، في عروض مسرحية وفي عروض ميوزك وفي كمان فعاليات تانية ومناقشات تانية خارج خالص موضوع الثقافة والأدب والفكر، حاجات بتتكلم حتى عن الذكاء الاصطناعي، يعني حاجة ملهاش علاقة بالكتب، ولكن في فعاليات كتير جدا بتكون غير فكرة ان انا رايح اشتري كتب، هي خروجة حلوة. كمان الناس مش فاهمة ان المكان مش ممل على الاطلاق، بالعكس كافيهات مطاعم مزيكا في كل مكان، فانت ممكن تعتبرها خروجه حلوه زي ما بتخرج مع اصحابك. الفرق الوحيد ان انت قدامك مكان بيجمع عدد كبير جدا من دور النشر وعدد كبير جدا من الكتب، حتى لو مش بتحب القراءه بس ممكن، يعني ممكن تدخل تلاقي ان انت حابب تشتري كتاب معين او حابب تجرب او تعيش التجربه دي، فهي تجربه تستحق ان انت تاخدها لو لمره واحده في حياتك علشان طبعا تقتنع ان هي مش ممله. طب ايه اللي بيميز معرض الكتاب السنه دي عن السنين اللي فاتت؟ هو معرض القاهره الدولي للكتاب كده كده هو معرض مميز جدا، لان هو المصنف رقم 2 على العالم في معارض الكتب، وهو كمان الاكبر عربيا من حيث عدد الزوار ومن حيث عدد دور النشر ومن حيث عدد الكتب الموجوده فيه والمساحه. ولكن السنه دي في اكتر من 1200 دار نشر موجودين في المعرض، في اكتر من 70 دوله من مختلف الثقافات في العالم موجوده في المعرض، وده رقم كبير جدا، لانه انا فاكره ان اكبر رقم تقريبا كان 38 دوله ده تقريبا كان السنه اللي فاتت. ف 70 دوله ده تقريبا الضعف، فده رقم كبير جدا، معنى كده ان هيكون في تنوع ثقافي كبير، معنى كده ان هيكون في كتب كتير جدا مترجمه، وهيكون في فعاليات اكتر. الفعاليات على حسب كلام دكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه المصريه للكتاب هتوصل ل 550 فعاليه، فده عدد مهول من الفعاليات، منها زي ما قلنا حاجات مسرحيه، منها امسيات شعريه، منها حاجات بتتكلم عن يعني حاجات مش مرتبطه خالص بالكتب والقرايه لو في ناس ما بتحبش ده. فالمعرض السنه دي مميز بس في فكره ان العدد اكبر او ان هو بمساحه اوسع من قبل كده، ولكن معرض القاهره الدولي للكتاب طبعا هو مناره للعلم والثقافه، يعني هو المعرض الاهم في الوطن العربي ومن اهم المعارض في العالم يعني دايما حتى مش السنه دي بس. طيب كلميني اكتر عن تكريم اسم الدكتور سليم حسن كشخصيه العام للمهرجان. دكتور سليم حسن طبعا هو رائد علم المصريات وهو عميد الاثريين، هو شخصيه معروفه جدا جدا عند المتخصصين اكتر، يعني الناس شويه ما يعرفوش عنه، ولكن الرجل ده كان له فضل كبير جدا علينا كمصريين وعلى الاثريين كمان، في ان هو طبعا صاحب موسوعه مصر القديمه بتتكون من 16 جزء زائد جزئين عن الادب في مصر القديمه، فهي كلها 18 جزء. الموسوعة دي هي مرجع لا غنى عنه سواء للأثريين نفسهم أو للناس اللي بتحب تقرأ في المجال ده، غير أنه هو كان أول وكيل عام لمصلحة الآثار المصرية، وكان أمين مساعد في المتحف المصري، وهو أول مصري يتم تعيينه وكيل عام لمصلحة الآثار. في الوقت ده كان الأجانب بس هم اللي متاح ليهم أن هم يعينوا في الوظائف دي، فده سبب هجوم كبير عليه، خاصة أنه هو لما سافر برا مصر لبعثات برا مصر، فلقى ان الاثار بتاعتنا موجوده بره كتير، في اثار مصريه موجوده في فرنسا كتير، هو يجيد الالمانيه والانجليزيه والفرنسيه، فبدا يكتب مقالات ان احنا عايزين نستعيد الاثار دي تاني وعايزين نستعيد الاثار المصريه تاني، وبدا الحاجات دي يكون ليها صدى كبير جدا. الملك فؤاد الاول وقتها اعجب جدا بحبه للاثار المصريه وحبه للتراث المصري، ووقتها كمان
هو اللي اقنع الملك فؤاد الاول ان هو يخرج التحف الاثريه الموجوده عنده في القصر ويوديها المتحف المصري. فده كله عرضه للهجوم طبعا من قبل الفرنسيين والاجانب طبعاً. وتم اقالته من وظيفته في عهد الملك فاروق بسبب الهجوم ده. وقتها قال: الى الذين ارادوا الاساءه الي فاحسنوا، وارادوا وابعدوا بيني وبين الوظيفه فقربوا بيني وبين الانتاج وحب وخدمه الوطن. وفعلا موسوعه مصر القديمه تم تاليفها على مدار 20 سنه، لولا انه تم اقالته عن وظيفته اللي كان بيحبها طبعا ما كانش هيكون في موسوعه عظيمه زي دي موجوده. واكتشافاته الاثريه بتتخطى ال 170 اكتشاف اثري، فهو رجل ليه اسهامات كبيره جدا، ويستحق ان الناس كمان على اختلاف ثقافتها وعلى اختلاف اهتماماتها تعرفوا زي ما المتخصصين عارفينه. فدي حاجه مميزه جدا في معرض الكتاب السنه دي بصراحه. طيب ايمان، انا عايزه اسالك على حاجه دلوقتي. لو واحد ما كانش بيقرا وعايز يبتدي يقرا ومش عارف، لما بيدخل سواء المعرض طبعا او اي مكتبه يشتري منها كتاب، المفروض هو يدور على ايه؟ يعني مثلا هو لسه ما عندهوش باشن او حب لحاجه معينه، اول حاجه المفروض لما الشخص يكون عايز يبتدي القراءه يعمل ايه؟ انا ليا طريقه خاصه كده دايما بنصح بيها اصدقائي اللي مش حابين ان هم يقراوا او مش عارفين ازاي يقراوا، ان انا بطلب منهم يبصوا على اخر 6 شهور في حياته. ايه الحاجات اللي لو كنت انا قرات فيها كانت فرقت في مواقف معينه انا مريت بيها الفتره الاخيره في حياتي. اوكي. مثلا قضايا معينه تم طرحها مؤخرا اكتشفت ان انا معلوماتي فيها ضعيفه. فدي المفروض تكون في قائمه اولوياتي في الكتب اللي انا هدور عليها. انا كنت عندي فقدان للشغف في فتره من حياتي او مكتئب. فانا في كتب معينه محتاجه اقراها وليكن في علم النفس او في التنميه الذاتيه. انا مثلا في موضوع كتير بتعرض للنقاش ليه او بسمع عنه كتير، انا في شغلانه جديده بتحتاج مني مهاره قياديه، فانا محتاج اقرا اكتر في المهارات القياديه ازاي اتعامل. المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا بالنسبه لي هي اكتر حاجه ممكن تحدد بوصله صح ان انا ازاي او ابدا بايه، لان في فرايتي كبيره جدا، في الاف الكتب، وفي كتب كتير حلوه، في كتب كتير مفيده، بس الشخص علشان يتعلق بالقراءه هو محتاج يقرا حاجه بيحبها طبعا بالظبط، ويحس ان هي فعلا فعلا اثرت في حياتي. فهو لازم يبص على نقاط الضعف اللي عنده، على المواقف اللي هو مر بيها قبل كده، ويبدا يعالجها من خلال القراءه. انا بالنسبه لي دي من انسب الطرق اللي ممكن تعلق الشخص طبعًا. فعلا بان هو لا، القراءه فرقت في حياتي. القراءه انا فعلا لو كنت قرات الكتاب ده من شهرين كان ممكن انا اعرف ارد في موضوع معين، ممكن اكون معجب بثقافه شخص جدا مش عارف اكون مثقف زيه ازاي، مش عارف اتكلم زيه ازاي. هتقرا في نفس المجال اللي انت شايف ان هو مثقف فيه، هتبدا واحده واحده تكون معرفه شبيهه، هتبدا واحده واحده تعرف، هيبقى ده كله جايد ليك ان انت تعرف تقرا في ايه بعد كده. فالمواقف اللي هو مر بيها هي انسب وسيله. طبعا لما يكون رايح معرض الكتاب لاول مره، انا كنت لسه هسالك يعني يبتدي بايه؟ ان يكون في لست قبل معرض الكتاب، دي من اهم الحاجات في الدنيا اللي لازم تتعمل، لان الميزانيه مهما كانت كبيره، انا بالنسبه لي اللي نازل ب 500 جنيه زي اللي نازل ب 10,000 جنيه. ايوه. الميزانيه ممكن تخلص وانت ما رحتش قاعه 2 حتى. فهو لازم يكون في لست مرتب فيها اولوياته. وعارف انا محتاج اقرا في موضوعات ايه اكتر، زي ما قلنا بناء على حاجات هو اتعرض ليها قبل كده، حاجات هيعملها بعد كده. يعني انا مثلا لو مسافره اجازه ومحتاجه حاجه تسليني، فانا ممكن تكون الروايه في قائمه اولوياتي. لو انا عارفه ان انا عندي نقاش في حاجه معينه قريب، او في حاجه على حسب انا محتاج الكتاب ده ليه، هو يقدر يحدد بناء على حياته هو ايه الاولويات بالنسبه لي. بس الليست دي حاجه مهمه، ان هو يكون عارف الكتاب ده صدر عن دار نشر ايه، موجود في دار نشر ايه، مكانها فين في المعرض، علشان ما يتوهش وما يحسش ان الدنيا ملخبطه ويكره اليوم كله. فلازم يكون في ليست فيها كل الكلام ده، وبعدين بقى هو يروح يعني سواء يجيب الكتب دي على طول، ياخد راوند الاول يشوف المعرض كله، يشوف ال5 قاعات كلهم براحته طبعا، بس ما ينفعش يروح هو مش عارف هو يعمل ايه، لان حقيقي الميزانيه هتخلص وهو لسه ما عملش اي حاجه. طب هو قرر هو بيعدي بانهي فتره من حياته وبناء عليه هيشتري كتاب ليه علاقه مثلا بالسايكولوجي او بعلم النفس، بنلاقي بعد كده 16,000 شلف في 1,000,000 كتاب، نعرف ازاي ان هو ده؟ او اكيد ممكن ما تبقاش من اول مره، بس يعني ممكن اجيب كتاب ما يشدنيش، بعد كده اجيب كتاب تاني يشدني، بس برضو احنا بنفكر واحنا بنشتري كتاب، انا مش عايزه اشتري 10 كتب لحد ما الاقي كتاب بيشدني وابقى عايزه بجد اقراه. في اكتر من طريقه، في البوك ريفيوز
طبعا يعني في مثلا جود ريدز ممكن ادخل واشوف تقييمات الناس للكتاب ده، وان انا ابدا يعني اعمل ريسيرش كده او ادور عن 10 كتب في علم النفس واشوف اقربهم للي انا محتاجه، اللي انا محتاج اعرفه. هل انا مثلا محتاج اعرف مدخل في علم النفس فانا عايزه اجيب الموضوع من الاول خالص، فابدا مثلا بكتاب مبادئ اسس علم النفس ومبادئ التحليل النفسي والموجز في التحليل النفسي لفرويد، ولا انا مش محتاج كل الكلام ده وعايز مثلا كتاب علم النفس حيث لا يوجد طبيب نفسي مثلا يشرح لي الاضطرابات والحاجات اللي ممكن تكون موجوده عندي وانا مش عارف، ولا عايز اقرا عن اشهر 50 خرافه في علم النفس بس، او ان انا يعني هو على حسب هو مهتم بايه يبدا بقى ان هو ينتقي كتاب او اتنين يبدا بيهم يعني. لكن يبدا بايه تحديدا طبعا بتختلف من شخص للتاني. طب انت يا ايمان ايه اكتر نوعيه كتب بتحبي ان انت تشتريها وتقريها؟ دي مشكله كبيره عندي على كل حاجه انا متخيله. الفكره ان الجمهور بيحب اكتر الروايات طبعا، وانا مش قارئه روايات ناهمه على قد ما انا بعشق الكتب اللي بتناقش افكار فلسفيه. فانا اكتر كتب بحب اقراها الكتب اللي بتناقش فكر، بتتكلم في موضوع مثلا فلسفي، كتب بتتكلم عن طرق التفكير. فدي الكتب اللي انا بحبها، which is مش بعرف ارشحها كتير للناس عندي، لان الناس بتحب قوي حاجات يعني اسهل علشان يحبوا القراءه اصلا ومش جاي اعقدهم يعني. طبعا. بس انا عن نفسي لا، بحب كتب علم النفس وبحب الكتب الفلسفيه، وطبعا وبيجي في المقام الثالث الكتب التاريخيه. طيب لو حد عايز يحبب اولاده في القراءه وانا منهم، تنصحي بايه يا استاذه ايمان؟ يعني هرجع لتجارب الناس اللي كانوا دايما حبوا القراءة وطلعوا كتاب وأدباء، هم كانوا دايما بيتكلموا إنه البيت عندهم كان بيحسسهم إن القراءة دي حاجة طبيعية في الحياة. يعني ليه الولاد مش بيحبوا الدراسة مثلا؟ عشان هم بيحسوا إن دي حاجة مفروضة عليهم طبعا، حاجة صعبة، حاجة دمها تقيل، ذاكر اعمل كذا. أسهل طريقة لتعليم طفل أي حاجة إن أنا أحسسه إن ده طبيعي في حياتي أنا طبعا كأب أو مظبوط. لما يشوفني ماسك الكتاب، معلش تعالى على نفسك امسك الكتاب مثل، انا يعني ما عنديش حل غير كده، امسك الكتاب حتى بالظبط. انت مضطر ان هو يشوف ان ده الطبيعي عندك علشان هو يبدا يحس انه دي حاجه طبيعيه في يومي. انا ممكن يعني يلاقي مكتبه في البيت، دي حاجه طبيعيه مش غريبه. يلاقي بابا بيقرا، ماما بتقرا، تبدا ان انت تستشيره في حاجات موجوده في كتب. ان انت تحسسه ان ده طبيعي، لكن ما تحسسوش انه في حاجه اسمها القراءه، وان في حاجه مهمه قوي لازم تكون عندك اسمها القراءه هتطلعك عبقري. لما الموضوع طبيعي يعني، هي اصلا المشكله ان القراءه اساسا حاجه اساسيه في الحياه، الناس بتتعامل معاها ان هي موهبه موجوده عند ناس مش موجوده عند ناس، وهي من اساسيات الحياه. حتى في الدين هي من اساسيات طبعا. الدين اقرا صح. يعني فهي المفروض نتعامل معاها كشيء طبيعي جدا، وان انا ابدا بقى اعوده حاجه مثلا زي معرض الكتاب في جناح مخصص للطفل، فاخد ولادي ان شاء الله كده. ايوه ده في لعب كمان وفي حاجات قد كده بالظبط، واوديه المعرض. وبرده معرض الكتاب ده فرصه حلوه جدا ان انا احسس اولادي ان كل سنه في حاجه اسمها معرض الكتاب، دي حاجه كده اساسيه يعتبروه عيد قومي يعني لازم نعملها كل صح. سنه. طيب هسالك سؤال انا عارفه انه هيبقى صعب عليكي قوي، مين هو الكاتب المفضل ليكي؟ لا هو مش صح، مش عايزه لسه. لا مش صح بجد، افتكرتك هتديني لسه طويله عريضه يا ايمان. لا العقاد طبعا، الله يرحمه جبار الكلمه عباس محمود العقاد، هو المفضل ليا. الرجل اللي يعني اتولد في الصعيد في اسوان وما اتعلمش، او عشان اكون دقيقه اكتر يعني مش التعليم النظامي المعروف بصورته المعروفه، ولكن علم نفسه بنفسه وقدر ان هو يجي للقاهرة ويعتلي عرش الادب والفكر بلا منازع. يعني حتى خصومه اللي كانوا موجودين وكانوا كتير، ما فيش حد يقدر يطعن في علم العقاد مهما حصل. ممكن في حتة يعني ممكن هو كان عنده نقطة ضعف في الشعر مثلا، ولكن فكر العقاد يعني لا يعلى عليه. مش لانه الافضل فكرا، ولكن العقاد لو تناول موضوع معين عشان يتكلم فيه فهو بيشرحه كأنه بيعمل عملية، زي ما بيقولوا بيجيب أخر، بيحيط بيه يعني جملة وتفصيلا. فالعقاد بالنسبة لي هو بيحترم ألمه وبيحترم عقل القارئ وبيحترم حق القارئ في الفهم، فيبدأ يشرح ويتناقش ويسأل الأسئلة ويرد عليها ويتناول كل وجهات النظر. وأنا بختلف معاه في حاجات، يعني أنا مثلا رأيه في المرأة أنا بختلف معاه عادي. يعني أنا مش بحكم على حبي لكاتب معين من إن أكون متفقة معاه 100% في طبعًا. كل أفكاره.
لابد من وجود اختلافات وده شيء عادي، ولكن يظل العقاد بالنسبة لي هو كاتبي المفضل دائما وأبدا. يعني أنا بالنسبة لي الراجل ده تحديدا هو أيقونة الفكر والأدب في زمانه. طبعا فأكتر وقت كانت الشهادات فيه ليها اعتبار، يعني كان طه حسين راجع من فرنسا معاه شهادة، معاه دكتوراه، وكان زكي مبارك معاه 3 شهادات، فجه العقاد هو كان عنده إحساس أنه أنا مش أقل من كل دول. ففي وجهة نظري أنا الشخصية فكان هو المناسب المنافس الأفضل لكل الناس دي، أو يعني الأكثر تنافسا معاهم. يعني إيمان، حاسة أن عدد الكتاب زاد عن زمان ولا لأ؟ زاد جدا، زاد أوي، زاد لدرجة كبيرة. يعني دي حاجة كويسة ولا لأ؟ هو الموضوع له شقين بالنسبة لي. كان المفروض تكون حاجة كويسة، ولكن الطريقة اللي تم تنفيذ يعني تنفيذ الشيء ده بيها ما خلاش حاجة كويسة. يعني حلو ان يكون في كتاب كتير، يا رب الناس كلها يكونوا أدباء وكل الناس طبعا مفكرين وكل الناس فلاسفة، ولكن الحقيقة انه الكتب اللي بينتجوها بقى ايه؟ يعني كل حد مر اللي فتح مشروع ناجح عمل مدمن نجاح، واللي مر بتجربة اكتئاب وطلع منها بيروح يحط صوره في الكتاب لما كان مكتئب وصوره بعد ما بقى مش عارفة ايه. فبتبص في الآخر على المحتوى الثقافي مفيش. فأنا مش هكون مستفيد حاجة، لأن أنا كده بقى عندي مشكلة كبيرة جدا، إن أنا بقى عندي قراء كتير ومثقفين قليلين قوي، قراء كتير قوي وقليل جدا اللي عندهم علم حقيقي. يعني فأنا عدد القراء زاد تمام، بس مش عدد المثقفين زاد، صح، ومش عدد الناس اللي بتفهم زاد، لأنه هما بيقرأوا إيه وبيقرأوا لمين. ففكرة ان انت تعمل رواية رواية في الاول وفي الاخر هي حاجة يعني ممكن نسميها كده زي الافلام بتاعة الجمهور اللي هي تجيب ايرادات يعني. فانت تعمل رواية بس للمراهقين تبيع بيها، وتعمل مثلا كتاب لان انت عندك عدد فولورز معين فتقدر انت تجمع برضو عدد من القراء، فهم بيشتغلوا على ده اكتر من المحتوى. ولكن طبعا ما بنلومش الكتاب نفسهم، في الاول وفي الاخر كل واحد حر ان هو يخوض تجربته وان هو يحاول. بنلوم بقى دور النشر، طبعًا يعني ان مفيش رقابة على ده، مفيش طبعًا رقابة على ما يتم نشره وعلى المستوى الأدبي أو المستوى الثقافي اللي بيتم تصديره للناس. فللأسف يعني اللي تم تطبيقه على أرض الواقع لا، هي مش حاجة كويسة أبدًا، لأنه أي حد بيقرأ كتابين ثلاثة حتى لو الكتابين دول محتواهم مفيش محتوى أصلًا، الناس بتكون فاكره ان خلاص انا كده اتعلمت. يعني اتعلمت، انا عارف كل حاجه بالظبط. طيب شايفه ان الناس لسه مواظبه على القراءه في عصر السوشيال ميديا ولا قلت عن زمان؟ هي برضو نفس المعضله، هي الفكره كلها انه زمان ودلوقتي المقياس اختلف. الناس ممكن تكون بتطلع دلوقتي كتير، وفي كتب طبعا مسموعه وفي كتب PDF ودنيا بقت اسهل بكتير، فلا الناس ستيل بتقرا وستيل بيسمعوا ناس بيرشحوا كتب فبيدخلوا مثلا يقراوها اونلاين او بيسمعوها او كده. ولكن برضو هي الفكره في انه الكواليتي بتاعت القرايه، يعني زمان كان الشخص بيقعد يقرا لأنه هو عايز يشوف المفكر ده أو الأديب ده بيناقش فكرة معينة، فيقعد مع أصحابه بالليل حتى لو قاعدين على القهوة، فيقعدوا عاملين زي صالون ثقافي كده بيتكلموا مع بعض، شفت العقاد بيقول إيه للرفعي، شفت الرفعي بيقول إيه على العقاد. دلوقتي الموضوع بدأ ياخد شكل الموضة شوية. فحلو يعني هرجع وأقول هو حلو إن الناس بتقرأ، بس الفكرة كلها إنه نحاول نخلي الموضوع شوية فيه قيمة حقيقية او فاليو حقيقيه. ولكن السوشيال ميديا لا، هي ما قللتش، يعني انا مش شايفه السوشيال ميديا بالجانب السيء اللي الناس كلها بتتكلم عنه. انا شايفه ان بالعكس هي بتساعد الناس ان هي تحس ان هي مش لوحدها. بالعكس في ناس كتير كانت فاكره ان انا بس اللي بقرا، السوشيال ميديا بدات تحسسهم ان احنا كتير، يعني كلنا بنحب القراءه وكلنا بنحب نقرا. فزي مثلا ما بنتكلم على معرض الكتاب دلوقتي، في فرق كبير ان ممكن ناس زمان ما تسمعش عن معرض الكتاب غير في التلفزيون، صح، بس دلوقتي السوشيال ميديا هيفتحوا هيلاقوا بوست على الفيسبوك، فيديو على يوتيوب، فيديو على تيك توك، على هنا، فهيسمع كتير عن معرض الكتاب، فممكن يقول طب اروح اجرب، اروح اشوف الدنيا فيها ايه. فلا السوشيال ميديا ما قللتش من حب الناس للقراءة. ايه الجديد عندك على الصفحة بتاعتك انت؟ غششينا بقى. طبعا احنا في سيزون زي ما بيقولوا، فهيكون في فلوجز من معرض الكتاب، وهيكون في لقاءات مع كتاب،
وهيكون في لقاءات مع كتاب من حفلات التوقيع بتاعتهم طبعا، وهروح دور نشر بعينها، وهبدا اعرف الناس على احدث الاصدارات ايه، يجيبوا كتب للاطفال منين، يجيبوا كتب علم نفس منين، ايه الخصومات الموجوده. هي كلها يعني كل محتوى ريليتد بالكتب، يعني الفتره الجايه كتير قوي عشان معرض الكتاب. طيب هتكوني موجوده يوم ايه بالظبط عشان المشاهدين يبقوا عارفين ويروحوا يتصوروا بقى ويكلموكي شويه؟ انا موجوده اول يوم، موجوده يوم 25، موجوده يوم 26، موجوده يوم 28، موجوده انا بقيت هناك، انا عايشه هناك صح؟ انت هتعيشي هناك، انا عارفه ان انت هتعيشي هناك يا ايمان. ايوه بالظبط، بس يعني اهم حاجه ان يوم 25 و26 انا موجوده، ده اساسي. ميرسي يا ايمان جدا جدا جدا، نورتيني كالعاده. شكرا ليك، وببقى مبسوطه دايما وانت موجوده معايا، لان مش بس بتثقفي الجمهور، انت كمان بتثقفيني انا. شكرا ليك، ميرسي يا ايمان. انا كمان بكون مبسوطه جدا. ميرسي يا حبيبتي. شكرا.